عليه توكلت وإليه صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجا إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا مظلوم يا غريب كربلاء ومسلوب العمامة ظلما وردا يا مولاي يا أبا رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة قد بايعوه رغبة منهم فيا محسن البيعة بكاشف قد خذلوه قد أسلموه وغدرتهم لم تزل واضحة فكتكد مان يا ابن عم الحسين شو اللي تبكيك دم فكتكد مان ابن عم الحسين مدامع شيعتك سافحا ولا فرحتها غافلات العيون تعزيك غادية ليش يا شاعر قال لأنك لم تسقى من شربته يعني ما تعبشان وياه لأنك لم تسقى من شربتين ثناياك غدت فيها طائحة آخر من شرب عندها الماء تلك المؤمنة التي وقف على بابها قدمت إليه الماء لكن قالت اخبرني عن جنابك يا فتى من قالها أنا مسلم يا حرة فارش حسين قالت أبا ضيفة بالمدينة وجاور وحسين
جاد ويقبل جبينه بنوة رسول الله وثمر قلبه وحبيبه. لكن المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكل وإليه ينيب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة لا تختلف ولا تتخلف باقية في كل زمان في كل مكان مع كل فرد. هذه القاعدة باقية لأنها قاعدة عقلية بحتة. قاعدة شنو يقول مولاي؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. يعني إذا أنا نويت قيام شيء معين أو عزمت على القيام بشيء معين، ساك الله بالخير شيخ، تفضل مولاي. عزمت على القيام بشيء معين، فإن كل مقدمات هذا الأمر اللي أنا ناوي أقوم به تصبح أساسية وواجبة. يعني الآن لما يجي واحد يريد يبني له بناء على أصول صحيحة، أولا يجب عليه أن يختار مواد البناء الجيدة القوية، وأن يختار له مهندس بارع، وأن يختار له عامل فنان. ليش؟ لأن أي حركة خطأ تكون في أساسيات المنزل أو أساسيات هذا البناء، هذا يسبب كارثة فيما بعد. يعني أقل هزة، أقل صدمة، شنو يصير بهذا المنزل إذا كانت أساسياته ضعيفة؟ هذا يتهدم على راس صاحبه، حتى لو كان أجمل قصر لكن أساسيات ضعيفة هذا ينهدم على راس صاحبه. ولذلك قاعدة تجينا في الشارع، تجينا في الأمور الاجتماعية، تجينا في الأمور الثقافية، تجينا في الأمور كل الأمور اللي الآن أنا أقوم بها في حياتي، ماكو أمر من الأمور ما تشبهه هذه القاعدة. لازم هذه القاعدة أساسية. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. إذا أنا نويت أصلي إلى الله عز وجل في مقدمات يجب علي إحرازها إلى الصلاة، مثل ماذا؟ الطهارة، لباس المصلي، مكان المصلي، موضع السجود. لباس المصلي يجب أن يكون طاهرا ومباح، يعني مو مقصوص، ما تكون عليه نجاسات. مكان المصلي يجب أن يكون شنو؟ أيضا مباح، مو مقصوص. ها؟ أو حتى إذا كان مو مقصوص، جوز لي صاحبي إني أصلي في هذا المكان، والله أنا عندي هذا المكان، داري أنا أقول لك ما أجوز لك أن تصلي في هذا المكان. هذا لو صلى شنو حكم صلاته؟ وبعد يجب أن يكون موقع السجود طاهرا. إن شاء الله لو كل مكان عندي طاهر إلا مكان ما أضع جبهتي نجس، فهذه المقدمات ليست واجبة في حد ذاتها، ولكن إذا اقترنت بالصلاة تكون هذه المقدمات واجبة ومقدمة إلى الصلاة التي هي عظم الدين. هذه من الناحية الشرعية. إذا جيت أنا من ناحية مثلا التربوية، أردت أن أربي ابني على تربية معينة، على تربية صالحة، على تربية من خلالها يطلع لهذا الابن منتج في المجتمع وليس نتيجة. إن شاء الله بيجينا شنو الفرق بين المنتج وبين النتيجة؟ المنتج يختلف عن النتيجة مولاي. النتيجة كثير من نجيب أبناء ودرسهم ومعلمهم
وصلهم إلى مستوى بكر يصيرون أطباء، وبكر يصيرون دكاترة ومهندسين وعلماء ونصراء ما شاء الله. لكن هذول ما إليهم أي دور في المجتمع، ما إليهم أي حركة اجتماعية، ما إليهم دور في بناء الدين، في بناء المجتمع، في تقدم المذهب. هذه لين عبارة عن نتيجة، يعني مثل الإنسان اللي بروز الشهادة وعلقها على وين؟ على الكتاب، بس تعال شوف عندي شهادة. بخلاف لما يجيني واحد رب ابن على أن يكون منتجا في المجتمع، لو منتج في المجتمع على أن يكون هذا الابن حامل رسالة، رسالة دينية، رسالة أخلاقية، رسالة توعوية، رسالة ثقافية، رسالة اجتماعية، هذا أيضا يطلع كوادر منتجين في المجتمع. مو الآن في صدد هذه المسألة، لا، بس كمقدمة جايين، ولكن إذا أراد أن يربي ابنه على تربية معينة يجب أن يهيئ جميع المقدمات التي تجعل من ابنه يتربى بالتربية التي يريدها هذا الوالد. إذا أراد أن يربي بتربية جدا راقية يهيئ المقدمات الراقية، إذا أراد تربية جدا منحطة يهيئ المقدمات المنحطة. ليش؟ لأن المقدمات هي من تأتيني بالنتيجة. أنت والله خمس مقدمات نتيجتها هكذا، ويجب علينا أن نعلم بأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. يعني أنا لو الآن قمت وفرت عندي 10 مقدمات أنا أحتاجها، وفرت 9 مقدمات لكن بقيت عندي مقدمة واحدة ما وفرتها، أو لا وفرتها لكن بشكل غير صحيح، مو 100% 50%، أقول لك هذه ما تكون التربية التي أنت سعيت إليها تكون كاملة، لا، راح تكون ناقصة. ليش؟ لأن في النقصان في المقدمة التي أنت قمت بها. مثل الإنسان اللي يحمل إياه الآن هيئ كل أموره إلى السفر، ولكن ما هيئ إليه مثلاً ما كافي في طريق هذا الرب، بس وصل بالحملت المال عند الرواحل عند المسافر، ها، عند الدليل اللي يوديني ويرجعني. يقول لكن مشكلتي بدل ما احمل الي 5 قرب من الماء مثل حملت لي 3 قرب من الماء، هذا يوصل الى منتصف الطريق، يوصل الى ثلثين الطريق، يخلص الماء الا عندك، شنو بعدين يصير مولاي؟ يصاب بالعطش. هذه شوف مقدمة واحدة ما أحرزها بكاملها، هذا ربما تؤدي إلى هلاكه. هكذا الحال عندنا بالمجتمع في التربية، إذا ما أحرز مقدمة إحراز صحيح كاملة شاملة، هذا ربما تؤدي إلى ماذا؟ إلى انحراف الولد أو التطبع بأطباع سيئة. هذا كل شيء كله على المقدمات إلا أنت تريدها. ولذلك عندنا مقدمة أساسية إحنا نحتاجها الآن لكي لا يكون فيها الغلط. مولاي لما أقول أهيئ المقدمات الأساسية، يعني مقدمة هذه تكون المقدمة كحجر أساس في بناء الجيل اللي راح يجيني، كحجر أساس في بناء العمل اللي أنا راح أقوم به، لا ندخل عن هذه الأمور. ولذلك يجب أن تكون المقدمات شنو مولاي؟ سليمة، لا يمكن الطعن فيها. ولذلك لما أجي الآن وأقول أنا حب الحسين في دمي، أنا شيعي جعفري، أنا من الحسينيين، أنا من المنتمين إلى رجل الإمام الحسين، أول سؤال يجي واحد يسأله يقول لك أنت شنو هيئت من مقدمات لكي تدخل في الرجل الحسيني، لكي تكون من الحسينيين، لكي تكون في طرف سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. شلون؟ أول مقدمة من المقدمات أحبتي هي ماذا؟ هي أن يكون عندي أنا أدلة واضحة قوية على أحقية مذهب الإمام أو على أحقية خط الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا طعن في الأساس بعد شلون أقول أنا حسيني؟ ولذلك من ضمن الأمور التي يعاني منها المذهب، يعني أبوني بحرقة يعاني منها المذهب، لما أجي أقول لواحد أنت الآن
يقول عن نفسك حسيني ولا وللأسف يطلع على الفضائيات ويحكي لهالكلام المخل إلى العقل المسفه إلى أهل. والله والله يعني أقول شنو أنت مسفه إلى ديننا منزل من مقام أهل بيت العصمة والنجابة لما تقول لي اثبت لي بأنهم الأحقية وبأنهم كذا تقول لي أنهم أصحاب كرامات هذه مقدمة مولاي أموالية هذه مقدمة إنجاز هذه مشكلة يجرح القلب مولاي احنا مذهبنا قائم على ادله قرانيه ادله حديثيه عن النبي صلى الله عليه واله احاديث قدسيه ادله عقليه لا يمكن الطعن فيها ثابت واجي اليك بدليل واقول لك بانهم اصحاب كرامات اذا ربطوا واحد في الضريح قام انا ما عندي شك في هالمساله لكن تريد تثبت لي مذهب مالي وديني بهذا الشيء شو هالمقدمه الفاسده من قايل لك ان ديننا ومذهبنا قايم على احلام وقايم على كرامات وقايم على معاجز من قايل هذا الحكي احلام وكرامات ومعاجز اخليها مقدمه في احقيه مذهب اهل البيت انا قايل اضحك على نفس مره هذا كلام تتكلم به مع العقلاء تثبت مذهبك وتثبت الخط الرسالي اليك تقول لا والله عندهم كرامات ياما واحد ربطوا بالضريح ياما واحد ودوه الى الامام الحسين ومشى هذه الامور انا ما اشك فيها لا حد يفهمني غلط يقول هذا يشك في العقيده لا لا كلنا كلنا كنا موالي نتوسل الى الله فاطمه لان الائمه صلوات الله وسلامه عليهم اذا اقسموا عليهم بفاطمه وقف مثل ذاك مع الامام الرضا يقول له سيدي يا ابن رسول الله يقول الامام بعد الذي فعلت في المؤمنين يقول يا ابن رسول الله قل انت هدكت العبد قال لي سيدي كلمني ادار له الامام ظهره لما قال لي سيدي بحق امك الزهراء وقف الامام التفت الي قال لي شنو سوي تقسم علي بامي فاطمه أنا أتوسل إلى الله عز وجل بفاطمة لأن فاطمة ماكو رواية واحدة ما عندي رواية واحدة كل الروايات لا أعوذ بالله خادمكم اطلع عليها شخصيا بأن ما أدري بعد يمكن واحد عنده رواية ثانية لا كل الروايات اللي بحثت وطلعت عليها خادمكم مواليا ما مر وقف سائل على بعد فاطمة عند خالقها ما في سائل وقف على بعد فاطمة عند خالقها تعطي مولاتينا حتى الآن لما أجي وأتقرب إلى الله بفاطمة إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسرب المستودع فيها أقسم عليك بها يا الله أن تفعل كذا وكذا رب العالمين يعطيك هناك لكن ما أجيب هذا لإثبات ديني ما أجيب هذا لإثبات عقيدتي شنو عقيدتك أقول لك روح أطلب من السيدة فاطمة الزهراء وراح تعطيك هناك هذا قال أريده في أسبوع ما جاء في أسبوع وإيش راح أشكك في العقيدة لو لا وشنو عقيدتكم أنتم تضحكون على الناس يعني ففي بعض المقدمات ماتوا توضع في المذهب في إثبات مذهبنا وإثبات أحقيتنا وإثبات بأننا حسينيين عندنا أدلة قوية عندنا أدلة باهرة عندنا أدلة لا ترد لما نرجع إلى القرآن نشوف الأدلة القرآنية في أحقية أهل البيت لما نرجع إلى السنة نشوف النبي ماذا قال في حق أهل البيت لما نرجع إلى العقل شلون بالعقل نثبت حجية أهل البيت شلون ولذلك أنا أنصح كل مؤمن أن يطلع على شيء من الأمور العقائدية المرتبطة بالفلسفة المشروحة عشان يعرف عقيدة شلون ثابتة بأمور العقل أما أجي وأقول لك ترى عقيدتي يا مولاي ثابتة لأن كذا وكذا شو أنا أضحك على نفسي يعني وأطلع بالفضائيات ملايين الناس تشوفني وأقول لك لأن أهل البيت لا يردون لهم سائلة وكم من كرامة صارت هذا اللي ما يعرف أهل البيت لما يسمع هذا الحكي يقول اسمع شنو يقول هذا عقيدتهم
لكن الخلاف لما أجي أقول القرآن قال فيهم هكذا أبين، النبي قال فيهم هكذا ومن الصحاح أبين، بالدليل العقلي أجي وأبين. هذه مقدمات لإثبات الدين لكون الحسين لكون من الأنصار من أنصار الإمام الحسين في هذا الزمان. ولذلك يجب علي أن أهيئ المقدمات العقائدية الصحيحة لإثبات الثورة، المقدمات العقائدية الصحيحة لإثبات مظلومية الإمام، المقدمات العقائدية الصحيحة لإثبات بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما خرج إلا ليحيي أمور الدين ويرقع الفتك الذي حصل في الشؤون المسلمين. اليوم كنت أشوف لجناسك للخروج الحسين كان خروج باطل بالجد، قل لي تحكي لي خروج باطل بدخل إياب كرامة ما راح يضحك عليك، لكن تعال وقفة بالدليل القرآني، وقفة بالدليل الحديثي عن النبي صلى الله عليه وآله، وقفة بالدليل العقلي. ما يقدر يحجك هذا مشكلة، والله مشكلة على المذهب. لا تأخذ كلامي أنا فقط، اسأل العلماء أقول لي هذه مشكلة لا مو مشكلة، راح أقول لك مشكلة. البعض لو يسمع كلامي يقول هذا يشكك في العقيدة، يشكك في أهل البيت، أنا لا أشكك لا أشكك، ولعنة الله على من شك فيهم، ولكن ما أقول لك إني أجي أطلع بعض الأمور في إثبات عقيدتي بهذا المستوى. عندي روايات على هذا الأمر. لذلك أحبتي إذا أنا أريد أهيئ لي مقدمات لأنني أكون في ركب الإمام الحسين، أولا أن تكون مسألة العقيدة عندي مسألة شاملة واسعة متكاملة، أستطيع أن أثبت عقيدتي، ما يحتاج أرجع إلى عالم وأرجع إلى شيخ وأرجع إلى واحد مطلع، لا، يجب أن يكون الاطلاع مني أنا. بعد في العقيدة ما يجوز الواحد يقلد مولاه، تقليد فقط في الأمور الفقهية والأمور العقادية ما يقلد فيها الواحد. العقيدة هي الإيمان بالشيخ وتوابعه، أنا معتقد بهذا الشيء أي مؤمن بهذا الشيء وتوابعه. ولذلك أهل الكوفة بعد أن كتبوا إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن اقبل علينا، ها فنحن لك جنود مجندة، الإمام مو ما يدري بحال أهل الكوفة، مو ما يعرف بحال أهل الكوفة، ولكن كان الأكثر منهم الوازع العقائد عند وازع ضعيف، الوازع الديني عند وازع ضعيف، ها الأصل التقوائي عند ضعيف. ولذلك في ليلة وضحاها سلموا مسلم بن عقيل، سلموا مسلم بن عقيل 17,000 سيف بايعة، يعني مسألة مو قليلة. وآخر شيء يريد واحد يدليه على الطريق ما يجد، ما يجد واحد يدليه على الطريق، هذا كل يجي من ضعف العقيدة. ساعات أنا أمشي مع الناس لكن غير مؤمن بهذا الشيء، هذا كان حال أهل الكوفة غير مؤمنين بقدوم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يريدون الإمام يرفع عنهم فقط جور بني أمية، وبعدين ردت حليمة إلى عادتها القديمة. لما كتبوا إلى الإمام نحن لك جنود مجندة، شنو قال الإمام؟ كتبني باعث إليكم من أخي وابن عمي وثقتي والمفضل، هذه شهادة في حق مسلم بن عقيل، يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه لسانه لسان النبي ولسان النبي لسان الله عز وجل، لما يتكلم في شأن واحد بهذا الأمر يعني هذا الإنسان جدا له من المكان في العلم في التقوى في الورع في الإخلاص في الفقاهة ما شاء الله.
وأرسل إليه مسلم بن عقيل، وأول ما وصل مسلم بن عقيل استقبلوا في منزل سليمان بن سرد الخزاعي، هذا أحد الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وآله، ومن المحبين إلى أهل البيت وقائد ويش ثورة التوابين. هذا الرجل استقبلوا ببيته، مرحبا بك يا ابن عم النبي، مرحبا بك أيها الجليل، ومرحبا بك يا ابن أخ أمير المؤمنين، أهلا وسهلا. وضيفه، وبعدين نزل في بيت المختار الثقفي رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه. بعدما نزل في بيت المختار الثقفي خرج إلى مسجد الكوفة وقرأ كتاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فبايعه القادر حتى أصبح مجموع من بايع مسلم بن عقيل 17,000 سيف. يعني مو 17,000 شخص جاءوا يبايعون، لا مولاي افهمني، لما يجي زعيم القبيلة ويبايع انت كم مقاتل عندك؟ قال انا عندي 3,000 مقاتل. يقول هذا انا عندي 5,000 مقاتل. واحد يقول كم عدد الكوفة؟ في عندنا روايات، رواية تقول بأن بلغ عدد الكوفة 500,000، ورواية يقول حتى انهم كانوا ب1,000,000، يعني مليون نسمة من الكوفة وضواحيها. ولو على تقدير بأن عددهم 120,000 على أقصى الرواية، 120,000 من يعني 17,000، يعني كم بايعوا؟ ما يقارب 20,000 سيف. هذا لو خرجوا مع الإمام الحسين انتصر الإمام أو لم ينتصر، ولكن القلوب ما هيأت المقدمات لأجل التضحية ولأجل الكرامة ولأجل الحياة، ها؟ ولأجل الإنسانية ولأجل يحيوا بسلام، ما هيأوا لا. رايعوا مسلم بن عقيل الآن يا بن معاوية شنو أسوي يا سيرجون؟ قال ضم الكوفة إلى البصرة. قال لي ليش أضم الكوفة إلى البصرة؟ قال إن عليها ابن مرجان، ما قال عبيد الله بن زياد، قال لا بهالكلمة يعرفها، إن عليها ابن مرجان وأهل الكوفة يعلمون جيدا ما فعل فيهم زياد بن أبيه. شنو سوى هذا؟ استحيا نساءنا، رملها، هايتم أطفالهم، استعبد صبيانهم وأولادهم وقتل رجالهم. هذا صعد على المنبر قال إن الله عز وجل يتقبل من المسيئين وأنا لا أتقبل من محسنكم. وضع عليهم السيف والنار على أهل الكوفة. إجا الكتاب إلى عبيد الله بن زياد، لقد ضممنا إليك الكوفة وعالج أمر الكوفة سريعا. زين شلون الآن ابن مرجان يدخل إلى الكوفة بعد ابن الحرام يعرف شلون يتصرف؟ قال ائتني بلباس الهاشمين، راح لبس لباس بني هاشم اللباس المختص بالعلويين، ودخل مع قوم وجماعة استقبلوه أهل الكوفة بالزفاف والترحيب والتهليل والنثار، ومرحبا بك يا ابن رسول الله، قدمت على جند مجندة، ولا ماسك لجام فرسه، ولا ذابح النحائر أمامه، ما شاء الله، ليش هذه؟ مرحبا بك يا ابن رسول الله. حتى وصل ووقف إلى باب قصر الإمارة، جلي النعمان بن بشير قال يا أبا عبد الله لن أفتح لك هذه الأبواب، كلها موصلة أمامك بعد مغلوقة، وإذا به يسمع يقول افتح لا فتح الله عليك. حسين ما يقول هذا الكلام، افتح لا فتح الله عليك. قال من أنت؟ كشف عن لثامه، ليقول النعمان بن مرجانة، فتح إليه الباب، سلمه الكتاب، قال له الأمير يزيد عزلك، خلاص الآن أنا مكانك. أين مسلم بن عقيل؟ قال له والله ما أدري مسلم بن عقيل، ويشوف الكوفة مضطربة رأسا على. قال يا معقل، جلاء ابن اليهودية، قال خذ صرة المال وابحث لي عن مسلم بن عقيل. قال له حاضر. هذا بعد لعين باللعين، شو يسوي هذا؟
لبس ثيابا رثا واجى الى الكوفه، دخل الى الجامع يتلفت اجل واحد مدري هذا، قال لي والله انا من البصره من شيعه امير المؤمنين علي، وعندي حقوق اريد اوصلها الى الامام، سمعت بان الامام قد اقبل. قالوا لي الامام ما وصل. قال زين هذه الاموال وين اوديها؟ قالوا لي الامام وكيل فيه هنا. من هذا الوكيل؟ قالوا لي مسلم بن عقيل. قال كيف اصل له؟ قال لي واحد تعال اخذاه وداه الى بيت منه هاني ابن عمر، دخل على مسلم بن عقيل قبل يده، سوره حشيعي قبل يده سلمه الامانه، هذا حق لابن عمي الحسين، اعطاه هذه الامور وخرج. اجى الى عبيد الله بن زياد، قال لي يا ابن زياد ما بك يا معقل؟ شنو مسوي بروحك؟ قال لي لولا هذا اللباس لما عرفت ان مسلم بن عقيل. قال لي شنو سويت؟ قال انت دخلت هنا بدخول الحسين بن علي، وانا جعلت نفسي من شيعه علي لكي اصل الى دار مسلم بن عقيل. قال وين مسلم بن عقيل؟ قال انه عند هاني بن عروه. يا يلا خبر هاني بن عروه لاننا قمت منه الى كيس. اجوا الى هاني بن زياد اللي مرقانه بجيك زائر، لانك انت اعظم رؤساء القبائل هنا ومدحت كلها تحت يدك. قال لي استقبل التفت الى مسلم، قال له يا ابا محمد انت تكون خلف هذا الستار، فاذا اتى ابن الزاني وتمثلت ببيت من الشعر فاخرج واضربه ضربه واحده وارحنا. شنو رد عليه مسلم؟ دخل خلف الستار، ولما دخل خلف الستار اجى ابن زياد سلم على هاني، جلس اليه يقول ما منعك عنا يا هاني؟ قال الكبر والمرض يا امير. قال احنا نودك ونعزك نطبع من مكانك. قال المرض اعياني ايها الامير. اخذ يتسامر معه قليل واذا به يتمثل غزلا من الايلام. التفت ابن زياد اعادها مره اخرى، التفت ابن زياد اعادها ثالثه، حس اللعين بالامر فقام مسرعا وخرج من داره. جاء الى هاني الى مسلم، قال بذلك لماذا لم تخرج وتضربه بسيفك ضربه وارحتنا منه؟ ليش؟ نحن من اهل بيته لا نغدر ولا نرجع. امير المؤمنين يقول ما معاويه بادهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. مسلم بن عقيل تربيه امير المؤمنين، مسلم بن عقيل تربية علي بن أبي طالب، تربية الحسن، تربية الحسين، يعني كل المقدمات أحرزها مسلم حتى وصل إلى هذه المقدمات. يا هاني الإسلام قيد الفتك. بعد لحظات أرسلوا هاني الأمير ريدك، قام راح الأمير وجلس. ماذا يريد الامير عبيد الله بن زياد؟ قال يا هاني بلغنا انك تجير الاعداء، جارنهم. قال هذا ليس بصحيح. قال يا معقل اخرج. خرج معقل، قال له هاني قبحك الله وقبح سريرتك. قال سلمني مسلم بن عقيل. قال لا والله ما سلمتك ضيفي وجاري. قال بل تسلمني إياه. قال ما سلمته. قال تسلمني إياه وإلا وضعت السيف على رأسه. قال سوف تكثر البارقة من حولك. عارف يعني وش البارقة؟ سيوف الصواقل. قال كتفوه، فسحب سيف وأخذ يقاتل في دار عبيد الله بن زياد وهو كهل كبير السن، حتى تكاثروا عليه وكتفوه. اجى عبيد الله بن زياد رفع قضيبه اخذ يضرب هاني على وجهه حتى نثر لحم خده. جاءوا الى مسلم مدحت، ترى هاني الان دعا
داخل ما ندري ايش حاله مع عبيد الله ابن زياد، يقول لقد تعاونوا وتكاتفوا عليه قامت مدحج الا اميرنا، اجتمعوا حول ذلك القصر ونادى بندائه مسلم بن عقيل يا منصور امت، اجتمعت السيوف حول قصر عبيد الله بن زياد. اجى عبيد الله بن زياد الان نسوي هذا، ان دخلوا علينا قطعنا قطعه قطعه. اجى لي واحد قال الحل بيدك، شنو الحل؟ وين شريح القاضي؟ جيبوه يا شريح فرقهم الينا. اجى ما بكم يا اهل الكوفه اجتمعتم على دار الامام؟ قال نريد اميرنا هاني. قال اني خلفت هاني الان مع الامير عبيد الله بن زياد يتسامران ويتحدثان، وانتم ليش متجمعين؟ تجيب مشكله مولاي. وقام ابن زياد واعطى اموال طائله الى معقل، قال سلمها الى اصحاب الرايات وزعماء القبائل، كل واحد حصل له من المال ومشت قضيته معه. فبقي مع مسلم ابن عقيل 100 شخص. جن الليل دخل لكي يصلي صلاته، وانفتل من الصلاه واذا مع مسلم ابن عقيل 10 اشخاص. اخذ يتمشى في ازقه الكوفه، التفت خلفه واذا معه شخصان فقط. وين 17,000 راحة؟ اخذ يتمشى قليل ما ادار براسه واذا به لم يجد احد يدله على الطريق. تصابغت دموعه على عينيه. قل ابو علي لا جيل اهل الكوفه، ترى غدروا بك كما غدروا بابيك. كوفة كلها مطوقة، شلون الآن يطلعها؟ شلون الآن يمضي إلى عبد الله؟ شلون يكتب رسالة؟ حتى أنهكه العطش فوجد امرأة واقفة على بابها، إذا وقف عند بابها قال السلام عليك يا حرة. قالت عليك وإجلال، قالت وعليك السلام. قال يا أمت الله أنا عطشان، سقيني جرعة من الماء جزاك الله خيرا. دخلت إلى منزلها وأخرجت له كوز فيه من الماء البارد، وقدمته إلى مسلم بن عقيل، فلما شرب مسلم أرجع إليها الكوز وشكرها، قال لها جزاك الله عني وعن سيدي خيرا. ثم دخلت إلى جارها مرة أخرى، فلما خرجت وإذا بمسلم واقف على باب الدار متحير أبو محمد ما يدري وين يروح. قالت له يا هذا أما شربت الماء؟ قال بلى. قال لا. قالت له لا أقول لك الوقوف على باب داري. قالت شربت الماء لا توقف على الباب، قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت لجناب تنك جليل وشوفتك يا شهدها.
أنت مسلمك نعقل وخجلته منك يا رسول الله وخجلته منك يا أمير المؤمنين. تفضل إلى داري على الرحب والسعى مرحبا مرحبا برسول الحسين. أدخلته إلى دارها قدمت له بارد الماء والطعام قال يا أمة الله جزاك الله عني وعن سيدي خيرا لكنني أريد ما لكي أسبغ الوضوء أريد أن أصلي. فقدمت له ماء فصبغ الوضوء مسلم بن عقيل وقام يصلي. ارجع ابنها بني من أين أقبال؟ قال أمها الكوفة منقلبة رأسا على عاق. قال وما أخرجك من الدار؟ اجلس في دارك يا بني. فجلس في داره وإذا به شوف أمه تكثر والدخول والخروج من تلك الدار. اجلاها أمها من معنا بالدار؟ قالت بني لا علي. أمها من معنا بالدار؟ فأخذت عليه العهود والمواثيق. قال لقد أجرنا مسلم بن عقيل بعد ما عند مكان الجائلة وأجرنا مسلم بن عقيل هو ضيفنا هذه الليلة. قال حسنا ما فعلت يا أمه؟ جل عين خل راس على الوسادة يتقلب يمنة وشمالا في عمواله. ولما حل الصباح قام مسرعا إلى دار الإمارة قال البشارة أيها الأمير. قال وما هذه البشارة؟ قال إن أمي تجير الأعداء. قال ومن؟ قال مسلم بن عقيل في دارنا. قال طوقوه بطوق من ذهب. يا ابن الأشعث خذ ما أردت من الرجال وأتني بمسلم بن عقيل حيا في حموالين. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. فخرج ابن الأشعث شيع موالين. فلما وصلوا إلى دار طوع وسمع مسلم حوافر الخير وقعقعت السلاح قام ولبس لامة حربه وخرج من دار المؤمنة. أتت له طوع قالت له يا مسلم كن أنت في داري لا تخرج إليهم سوف يقتلونه. قال لا أيتها المؤمنة لقد عزمت على قتال الناكثين والمارقين شيع موالين. فلما تكاثروا على باب تلك المؤمنة أتى إليهم مسلم بن عقيل كالهساب وفرق يمنة وشمالا أخذ يقاتل فيهم قتال من عاف العيا يضربهم يمنة ويضربهم شمالا فرقهم في كل النواحي. فأخذ ابن الأشعث وأرسل إلى عبيد الله بن زياد مدني بالخيل والرجال قال ما بك يا ابن الأشعث لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا من؟ قال يا هذا لقد أرسلتني إلى سيف من سيوف علي بن أبي طالب. فمده بالخيل والرجال فأيضا ما قدروا على مسلم بن عقيل. ماذا نصنع؟ قال حملوا له حفيظ فحفروا له حفيرة وصعدت النساء تشعل الأعواد وتلقيها على رأس مسلم. أنا مناد ومسلمة أنا مناد وسيدة. عظم الله أجوركم. بينما مسلم يقاتل قتال من عاف الحياة وإذا به قد وقع في تلك الحفيرة تكاثر عليه. هذا يضربه بسيفه وهذا يطعنه برمحه حتى أتى له ابن الأشعار وضربه بالسيف على محجر عينه. أنا مناد ومسلمة أنا مناد وسيدة. I'm
قد أسلموا وغدرتهم لم تزل وامتحنا. شافي مرضانا داوي أسرارنا، رد غرباءنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. احفظ علماءنا يا أرحم الراحمين، جماعتي المؤسسين والحاضرين، اللهم احفظه فردا فردا ومن يعود بهم يا كريم. بارك لهم اللهم في أرزاقهم وأعمارهم وأولادهم يا رب العالمين. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤسسين ومن مات على الإيمان، الفاتحة قبلها صلوات.